للحديث عن الواقع المأساوي للمهجرين من سنجار بعد مرور 9 أعوام على أحداث سنجار ونحو 2 على اتفاق تطبيع الأوضاع في القضاء، معنا من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميس. أهلا بك سيد مظفر. يعني في البداية دعني أسألك هذا السؤال، 9 أعوام مرت على أحداث سنجار، لماذا لم يطرأ أي تغيير على أوضاع المهجرين من سكانها؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدين القناة الكرام. أهلا بك. باعتقادي الشخصي أنه راح تستمر سنوات كثيرة طويلة أخرى على نفس هذا المنوال ونفس هذا الظلم اللي ينال شعبنا بسنجار وغير مناطق. يعني ما دام هناك طغمة حاكمة لا تأبه للشعب، مشغولة بالنهب والسلب والمحاصصة، وتكون يعني تكاد تكون هموم الشعب والناس هو آخر اهتمامها. وهناك ما دام هناك من يستفيد من هذه الفوضى تحقيق مصالح دول مجاورة مثل إيران بالدرجة الأولى. نعم أستاذ مظفر، رئيس الحكومة محمد السوداني قال إن العراق موطن التعايش السلمي الذي قل نظيره. السؤال هنا، ما مدى واقعية هذا الوصف في ظل جملة العوائق التي تعرقل عودة المهجرين إلى مناطقهم ومنها سنجار؟ أنا أرى يعني شخصيا أرى هذه الأحاديث مجرد للاستهلاك الإعلامي، يعني موجه للخارج لا أكثر. محمد السوداني أول واحد وأكثر واحد يعرف يعني أكثر من غيره أنه لا تعايش هناك ولا سلام في العراق منذ 2003 وإلى اليوم، يعني منذ بدء الاحتلال. في ظل يعني هنالك تهجير مستمر، هناك نزوح للناس والعوائل، مخيمات اللاجئين الآن الذين يعانون من الحر القاتل، هذا أكبر دليل على عدم وجود تعايش. لكن السوداني يعني وجه وكل اللي تعاقبوا معاه ووراءه قبله يرسلون هذه التصريحات للخارج للإيحاء أنه كل شيء ما يعني كل شيء على ما يرام بالعراق، لكن الخارج يعرف يعني يعرف كل التفاصيل، يعرف الفساد ويعرف القتل والتهجير، كله يعرفه الخارج. في ظل دعوات الاتحاد الأوروبي لعودة مهجري سنجار ومناطق أخرى أستاذ مظفر، إلى أي مدى يؤكد ذلك وجود سياسة ممنهجة وقرار متخذ لعدم عودة المهجرين بحسب متابعتكم؟ لمصلحة من يجري ذلك؟ بالدرجة الأولى يصب في مصلحة إيران، إيران وميليشياتها بالعراق وسوريا، يصب هذا يعني في مصلحتهم، لأن الميليشيات اللي متعاونة مع ميليشيات متعاونة مع الحليفة مع إيران في سوريا والعراق تتحالف مع حزب العمال الكردستاني اللي يوفر لهم الدعم والطريق اللي مار امداد السلاح والعتاد اللي بين العراق وبين شمال سوريا، شمال العراق وشمال سوريا، هذا كله مستفيدة من عند إيران بالدرجة الأولى. نعم. في ذات الوقت أستاذ مظفر، يجري التركيز حكوميا على سنجار بالذات، لماذا هذا التركيز على سنجار فقط وماذا عن مناطق أخرى، جرف الصخر مثلا؟ نعم، لأن جرف الصخر تم يعني هناك تواطؤ وسكوت، يعني سكوت غربي عليها. والجانب الآخر هناك الورقة الإيزيدية، اللعب على الورقة الإيزيدية ومعاناة الإيزيديين، هناك من يريد أن يلعب بهذه الورقة في أوروبا وفي الغرب. نعم. هذا وقت الورقة الإيزيدية يلعبون بها، هم يعرفون أنه سنجار ليست أكثر من جرف الصخر، ليست أكثر من بزيبز، ليست أكثر من كافة المناطق اللي تتهجر منها الناس، لكن هم الآن في مصلحتهم يثيرون مسألة الإيزيديين، مسألة سنجار، للضغط على تركيا من جانب، والضغط على لتمرير المفاوضات، قد تكون لتمرير المفاوضات السرية اللي تجري الآن بين إيران وأمريكا في سلطنة عمان. نعم. إلى سؤال جديد أستاذ مظفر، يعني بالعودة إلى التعايش السلمي، على أي أساس تسمح حكومة السوداني بوجود ميليشيات مسلحة كميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابيا في سنجار وتهدد المدنيين كما تعلم من جهة ودول الجوار من جهة أخرى؟ هي لا تسمح فقط بتواجد الميليشيات، أولا هي أضعف من أنه ما تسمح للميليشيات، ثانيا هنالك أخبار شبه مؤكدة
ويعني دائما تظهر على الصحف وعلى وسائل الاعلام انه الخزينه العراقيه تتحمل رواتب ميليشيات حزب العمال اللي متحالف مع الميليشيات الولائيه اللي متحالفه مع ايران، نعم ولانه هذه الميليشيات كما قلت لحضرتك من قبل تساند عسكريا ولوجستيا للميليشيات الايرانيه الموجوده بالعراق. إلى السؤال الأخير أستاذ مظفر، يعني مصادر سياسية كشفت عن رفض الميليشيات الموالية لإيران وعلى رأسهم القيادي فيها أبو آلاء الولائي لتطبيق اتفاق سنجار، رفضوا ذلك. السؤال هنا، كيف يمكن للحكومة أن تخضع للميليشيات بهذه البساطة؟ وأين الوعود بإعادة الاستقرار لنينوى وسنجار على وجه التحديد؟ حكومة السودان لن تستطيع أن تنفذ وعودها بسبب أن وجود هذه الحكومة واستمرارها هو مفهوم بقبول ميليشيات الولائي أو الولائي وغيره، بما أنه أبو الولاء الولائي يرفض هذا الشيء فحكومة السودان لن تجرؤ على فعل أي شيء مخالف لإرادتهم وإرادة إيران من بعدهم. إيران مستفيدة من هذه الفوضى وراح تستمر ما دام إيران تريد هذا الشيء، من سواء أمستردام، رضى السوداني أم لم يرضى. من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.